حسن بخطيته وكم طفل مرميته حسين دامع وكم شباب ناصح ونادي وإماما لكننا من نرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن جابر الأنصاري رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إليه يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا من الحسين اسمه الباقر يبقر العظم بقرا فإذا لقيته فأقرئه عن مني السلام. صدق مولانا ومقتدانا رسول الله محمد وعجل فرجهم وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. شخصية الإمام الباقر هي من الشخصيات التي جرعت الآلام والمصائب منذ الصغر. شلون؟ وهو ابن 3 سنوات شهد وشهد واقعة كربلاء ورأى ما رأى في جده الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ورأى ما رأى ما حدث مع عماته وما حدث مع بنات الرسالة في واقعة كربلاء من سلب من تشريد من سحق بالخيول من تشريدهم من وإرسالهم من طاغي إلى طاغي. هذا الإمام الباقر كل شهد لكنه شهد ذلك كما شهده أبوه الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام. وما نقوله الآن أنه شهد ما رآه، نحن سنقوله الآن كما نقل في كتب التاريخ. الإمام الباقر شهد 5 من خلفاء بني الأمية، 4 من بني عبد الملك، 1 عمر بن عبد العزيز استشهد على يد هشام بن عبد الملك وهو آخر، لكن لمحت من جوانب حياة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام العجائب والغرائب. أبو بصير هو أحد من لازم الإمام وصاحبه، هو تلميذ الإمام الباقر، وإذا كان التلميذ هو اللي ينقل عن أستاذه الكثير الكثير من الحوادث التي حصلت مع أستاذه، من الحوادث التي يقولها أبو بصير هذه الحادثة. يقول أنا شهدت مع واشترجت مع أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في موسم الحج، أنا كنت ضرير ما أشوف، فلما وصلت إلى موقف من مواقف الحجاج وأنا ما أشوف وإذا بأسمع جانبي الحجاج يبكون وينتحبون ويرتفع منهم أصوات الصياح والعويل. التفت إلى الإمام الباقر قلت مولاي ما أكثر الحجيج وأعظم ضجيج. التفت إليه الإمام الباقر قال بل ما أعظم ضجيج وأقل الحجيج. قال له أتود أن ترى صدق ما أقول؟ قال له بلى يا ابن رسول الله. فجاء إليه الإمام الباقر ومسح بيده المباركة على عيني التي لا تبصران فارتدت بصيرا. اللهم صل وسلم على وإذا بأرى الحجاج لكن مو على هيئة الحاج، وإني أرى الحجاج قد انقلبت وجوههم إلى وجوه القردة والخنازير والعياذ بالله.
لكن المؤمن كما يشير المبصير، لكن المؤمن كالكوكب المنير الدري الذي ينير في الليلة الظلماء. التفت إليه الإمام الباقر وقال له: ها أرأيت صدق ما أقول؟ قالوا له: بلى يا ابن رسول الله. فمسح الإمام على عينيه فارتد ضريرا كما كان. هذا موقف من المواقف العجائب التي كانت حدثت للإمام الباقر. الإمام الباقر غير كذا، شلون كان حليم، شلون كان صبور مع الذين يواجهونه بالسب والإهانة. ينقل فيما ينقل أن الإمام كان يمشي في أحد السكن، واحد يهودي جاء إلى المدينة وقال: أنا جيت المدينة بس أريد أتحكم على الإمام الباقر. قال: وش بتسوي؟ قال: شوف وش بصير. راح إلى الإمام الباقر وهو يصرخ والناس متجمعة. قال له: أنت بقرة. التفت إليه: شلون حلم الإمام؟ قال له: إني بقرة. الحين صار يضحك. قال له: أنت اللي ابن الطباخة؟ قال لي: إنها هي أمي وهي حرفتها، تلك حرفتها. قال له: أمك عجل السوداء البذيئة والكريهة الزنجية؟ قال له: الآن إن صدقت غفر الله لها، وإن كذبت غفر الله لك. شافها كلام ما يصدر من أي إنسان عادي. لما رأى تلك الكلمات التي تزخر بالرحمة على العباد، انهال تحت أقدام الإمام الباقر وقال له: مولاي أبا جعفر، إني تائب عن فعلتي، وأسلم بين يدي الإمام الباقر من كلمات خرجت منه. قبل السيئة بالحسنة. شاف اليهودي أن هذا من الأمر العجاب الحاجة الثانية من الإمام الباقر. نقول أن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام واجه من المضايقات، واجه من التشديد عليه والحراسة عليه. نقول الإمام واجه الحراسة، واجه الضيق الذي حصل له من خلفاء بني أمية. بني أمية لما صار في حكم هشام، هذا حكم بن هشام أراد أن يهين الإمام بشتى الطرق. أرسل إلى والي المدينة لإشخاص الإمام الباقر من المدينة إلى الشام، لأن هشام بن عبد الملك كان موجود في الشام. فأرسل برقية إلى والي المدينة بأشخاص الإمام الباقر من المدينة إلى الشام. لما وصل المرسول إلى دار الإمام قالوا: إلى الله لازم ننفذ كلام الأمير بأشخاصك من المدينة إلى الشام. فأشخص الإمام الباقر وصاحبه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من المدينة إلى الشام. شلون الآن أراد هشام أن يتشفى بالإمام؟ لما وصل الإمام الباقر إلى قصر هشام بن عبد الملك، أمر حاجبه بإيقاف الإمام الباقر إهانة إليه أمام باب القصر، كما ينقل المؤرخين بأنه وقف أمام باب قصرها، أمام قصر هشام بن عبد الملك 3 ساعات بس علشان يأذن إليه الحاجب بإدخاله على هشام. لما بقي أمام ذلك الباب مرت 3 ساعات، أدخل على هشام يتآمر مع وزرائه. قالوا: شوفوا، أنا من يدخل الإمام يصير بين يديه راح انهال عليه بالسب والشتيمة والإهانة واللعنات عليه، بس أخلص أنتون بعد انهالوا عليه. وفعلا لما أقبل الإمام الباقر وقف بين يديه وسوى ما سوى هشام بن عبد الملك، انهال عليه بالسب والشتيمة، خلص داروا عليه الوزراء باللعن والسب.
خلص والإمام وقف، لأن هذا ما أول مرة وقف الإمام في مجلس طاهر. الإمام وقف من قبلها مع بنات الرسالة مع عمته زينب وهو أمام يزيد، ورأى ما رأى من المصائب أعظم تلك المصائب أن يرى عماته ونساء الحسين وبنات الرسالة حسر بلا غطاء في قصر مليء بالجحود مليء بالشمات. والمصيبة الثانية طلع رأس الحسين ويضربه يزيد بمخصرته حتى كسر أسنان الحسين كلها قدام مرأة جميلة. شلون يكمل إهانته؟ أمره بسجن، فسجن الإمام الباقر، لكن ما لبث إلا قليلا حتى أخرج، لأن مالت قلوب السجانين كلهم إلى الإمام الباقر، حتى أن بعضهم طلعوا من منهج هشام راحوا إلى نهج الإمام الباقر من شافع هشام كذي. قال بعد الحين إذا وقى الإمام الباقر هذا تطلع علينا ردي، فأمره بإرجاعه إلى المدينة. ما قدر يتخلص من الإمام الباقر وهو في الشام، قال شلون تخلص من الإمام الباقر وهو في المدينة؟ أرسل إلى والي المدينة بسرج مسموم، قال له هذا سرج مسموم إن وصل إليك فأذن وأعطه هدية إلى محمد الباقر. وفعلا من وصل ذلك السرج إلى والي المدينة جابه إلى الإمام الباقر وقال له إنه هدية من أمير المؤمنين من هشام بن عبد الملك. أخذه الإمام فأخذوه ووضعوه على فرسه، ويوم من الأيام الإمام طال على فرسه، أراد بأن يذهب من مكان يذهب إلى مكان بفرسه، فمن تطى فرسه حتى أحس بحرارة السموم قد انتقلت إليه. على طول ما قدر يتحمل الإمام، على طول نزل من فرسه، فأخذوه أولاده عيالاته ومرضوه على فراشه، فصار الإمام يتقلب يمنة ويسرى من حرارة السموم. أوصل عيالات التفت إلى ولده الإمام الصادق وقال له بني أوصيك بوصاياي، وأعطاه وصاياه وأعطاه ضاريث الإمام وأعطاه ضاريث الرسالة. بينما الإمام كذلك تلا شيئا من القرآن حتى عرق جبينه سكن ستلحق بكم. تذلت رقبته وفاضت روحه وإماما جاوى وعليك وقطع جبدك الأرجاس وذوب قلبك يا صاحب المرض الفرش مضروع وتجذب الانفاس وابنك الصادق يجتحب والدمع مدرر. اخذوا بجنازة الامام شيعوها كان الإمام الصادق أنزل والده إلى قبره وهو سالم، ما بقي مثل علي بن الحسين، وهو يقول إلى جسد أبي Oh,
والراس يا ابن المصرف مبرور هذا الجسد والراس يتشعر بالمصرف لقضي ابويا بالبجال طغى